السلام عليكم، أنا أحمد علي الناصري. اليوم أستتكلم عن ليلة الإسراء والمعراج. ليلة الإسراء والمعراج معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة نزل جبريل عليه السلام ومعه البراق. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. الإسراء رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى مسجد الأقصى، والمعراج هو صعوده إلى السماوات العلى. في هذه الرحلة قضى الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات، وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنعيمها. في هذه الليلة فرض الله علينا الصلوات الخمس. شكرا لحسن استماعكم، مع السلامة.